السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة الأستاذ عزابي للتربية والتكوين. كنتمنى إن شاء الله أن جميع المترشحين إن شاء الله تكونوا دوزتوا هاد الامتحان ديال هاد النهار في ظروف جيدة، وإن شاء الله يكون خير، ما تفقصوش، ما تديروا بالكم. ونعطيكم المثل اللي كتعرفوه كامل: إذا عمت هانت. ما بلا ما تخطحموا راسكم وتقولوا ما دوش مزيان ما دوش، ولا راه كلشي بحال بحال، كون على اكيد. حتى هذاك اللي خرج فرحان وهذا ما تثقش بداك ديالو، وان شاء الله حنا غنفسروا هاد الامور من بعد. دونك صافي دوزتي الحمد لله، وكل شيء راه دوز بحالك. كون على يقين انا ان كل شيء في المغرب كامل دوزوا بحالك، وكامل عندنا نفس النقاط ديال الضعف علي. كامل المغرب كامل عنده نقطه ضعف، خصوصا ديك الفرنسيه والرياضيات، مع ذلك كان السيد متخصص فيها. دونك ما يبقاش فيكم الحال، نساو انكم دوزتوا كتابي وحاولوا تشغلوا راسكم دابا بالشفاوي، لان الشفاوي ما عندهم حتى شي وقت. هما راه دايرين كما غنشوفوا ان شاء الله في الجدول الزمنيه، ما كاينش الوقت كاع. حتى نهار واحد ما عطينوكش تقدر تافيش هاد النهار وغدا تجي دوز انت الشفاوي. الوغ دابا ركزوا وجدوا الشفاوي، وجدوا الشفاوي، سواء اللي دوز خايب سواء اللي دوز مويان. دونك تبع معايا ان شاء الله في هذا الفيديو، هذا غادي نشوفوا الاختبار الشفوي شنو كيكون فيه، وكيف يتم احتساب معدل ديال الناجحين. يعني كينجح في الكتابي كيفاش كيحسبوا داك المعدل وشنو هما الدور، وغنعطيو شي امثله ان شاء الله اللي غادي تعاونكم على الفهم كيف يتم احتساب المعدل ديال اللي كينجحوا به في الكتابي. دونك ان شاء الله تابع معي الى اخر الفيديو، وان شاء الله غادي تستافدوا منه. ومازال عندنا كنقطه اضافه، مازال ان شاء الله غنحط لكم بعض الفيديوهات، يعني كيفاش تدوز الشفاوي يعني بشكل جيد بدون توتر بدون خوف. نحاول ان شاء الله نواكبكم حتى ان شاء الله تقبلوا كامل، ان شاء الله تدوزوا جميع المراحل. والله يسهل عليكم كامل، اي واحد كان تبع معايا في الاول الله يسهل عليه، حتى اللي تجا تبع معايا في الوسط ولا عاد دابا مؤخرا اكتشف القناه، الله يسهل عليكم كاملين ان شاء الله، وتفرحوا راسكم وتفرحوا والديكم. دونك نبدا على بركه الله. دونك كما قلت لكم غادي نشوفوا الاختبار الشفوي كيف يتم احتساب معدل الناجحين في الكتابي. دونك نشوفوا، تبعوا معايا. دونك كما كتعرفوا الجدول الزمنيه، اللي كانت دار 23 نوفمبر، كان 23 نوفمبر كان التاريخ ديال الاعلان عن المترشحين، واجراء اختبارات الكتابيه كان 25. دونك هنا كما كتلاحظوا عاطين 5 ايام هو المده ديال التصحيح، غدا ان شاء الله غتنطلق هي اللي عاطين. دونك عاطين من 26 حتى 30، هذه المده ديال التصحيح. ومده التصحيح راه كتختلف من جهه لجهه، يعني من مركز لمركز على حسب عدد ديال المصححين وعدد ديال المترشحين. يعني يقدر يكون بحال مثلا هنا دايرين اعلان ديال المترشحين راه في 30 نوفمبر، يعني هاد 30 راه تقدر تكون بحال مثلا 30 راه جايين نهار اثنين، كاين اللي غيسالي قبل يقدر يعلن لحد بالليل، ماشي بالضروره حتى الاثنين، يقدر بحال مثلا مور 12 الليل هكا يعلنوا على المترشحين ديال الشفاوي. وكتبقى كما قلت لهم خاضعه لعدد الجهات بالنسبه لك، على المترشحين راه على حسب المصححين شكون اللي سال قبل. واخا ماشي ديما كيكون الجهات، ماشي تقول هذه راه عندنا لحد بالليل حتى هي خاصها الاخرى تعلن ولا غتعطل، ولا علاش الجهه ديالي ما تعطلش في هذا. دونك على حساب، راه قدر يديروا حتى الاثنين بالعشيه. داكشي باش كنقول لكم نتوما حاولوا تركزوا دابا، وجدوا غير الشفاوي، هيئوا نفسكم نساو الكتابي، صافي راك دوزتوه نساو، وكل شيء دوز بحالكم كما قلت لكم. حاولوا دابا تركزوا الشفاوي، كما كتشوفوا ها هو الاعلان عن الناجحين في الكتابي في 30، واجراء ديال الاختبار الشفوي. شوفوا واش بهذه الغد ليه، يعني هاد النهار غتعلق لك اللائحه ديال الناجحين، وغدا تجي دوز الشفاوي، ربما تجي فيك واحد نتايا ولا تجي جوج، الوغ ما تغامرش براسك بهاد النقطه هذه. نساعدك الكتابي، وان شاء الله غادي طيرات هذه المده 5 ايام ديال التصحيح، نحاول نخدم معاكم ان شاء الله في فيديوهات ديال الشفاوي. دونك نشوفوا بالنسبه هذا كتاريخ ديال الاعلان ديال الناجحين في الكتاب، غيكون ان شاء الله يوم الاثنين، ابتداء من يوم الاثنين كما قلت لكم، يقدر يتعلم حتى لحد بالليل عمر 12 الليل، من تما غادي يدار. الله يسهل لكم كامل ان شاء الله، وشوفوا وتكونوا الاسماء ديالكم بين الناجحين في الكتابي وكذلك في الشفاوي. دونك الاختبار الشفوي كيتم في 4 ايام، يعني كيتم على حسب التقسيم ديال الافواج. يعني شوف نتايا والسميه ديالك فين جات، يعني جات في الاول، جات في الثاني، جات في الثالث، داكشي كيبقى. ولكن مده الاختبار الشفوي كتكون كما قلت لكم من 1 الى 4 دجنبر. كاين بعض الاكاديميات ولا بعض المديريات اللي كيدوزوا غير في يومين، هاد 1 4 راه طيرات المغرب، يعني في المغرب كامل
ماشي ملزمه لشي مركز امتحان. دونك هذا بنلخ فيما يخص التوقيت ديال يعني عن الناجحين في الكتابه واجراء اختبار الشفوي. دونك نشوفوا دابا نشوفوا كيف يتم احتساب المعدل، كيف يتم احتساب المعدل ديال الناجحين، يعني اللي كيدوزوا الشفوي شنو هي الطريقه اللي كيحسبوا بها باش كيحددوا العدد ديال الشفوي. دونك العدد ديال الشفوي هو راه محدد في يعني في واحد القانون خاص، هو كنعرفوا هو عدد مناصب، يعني محمد اللي غيدوز الشفوي ما كيدوزوش عدد مناصب كامل، كيدوزو اكثر يعني كيزيدوا النص على داك الشيء اللي باقين. طالبين بحال مثلا هما 20 غيزيدوا النص ديال 20 يعني 30، طالبين هما 100 في العدد المناصب اللي كاين، عدد النهائي زعما ديال المناصب، طالبين 100 غيزيدوا النص ديالها الشفاوي، يعني النص اللي غادي يتقصى، النص اللي غادي يتقصى 50 بحال مثلا 150. حنا غنشوفوا المثال بحال مثلا ديال شي سميتو، نشوفوا المثال ديال شي هذا ديال شي مديريه ولا. دونك ناخذوا هنا خديت الحصيص ديال جهات فاس مكناس، وناخذوا شي مدير ونطبقوا عليه هذا باش تعرفوا شحال هو المناصب، ونزيد لكم واحد الاضافه، راه ماشي بالضروره تكون جايب 10، ما كيهزش الناس 10. الا عقلت انا واحد العام راه كاين مترشحين اللي دازوا في الشفوي وما جايبينش المعدل، راه هاد القضيه راه كتجيب على حسب المترشحين ديال الكتابي، الله يجعلهم يكونوا جايبين 8 في الكتابي ولا 9، المهم كيهزوا هما النص ديال داك، كيزيدوا النص على داك الشيء اللي باغين هما. يعني بحال مثلا كيما قلت لكم طالبين 100، راه داك ال 50 اللي غادي يزيدوا، ولا حتى داك ال 100 اللي طالبين ربما تكون قل من تحت المعدل. المهم هما اللي عندهم خاص اللي يدوز الشفاوي يدوز عدد المناصب وزيد النص ديال عدد المناصب. دونك غناخذ مثال باش نفهموا حنايا مزيان هاد القضيه ديال. دونك غناخذوا هاد الاله الحاسبه وناخذوا شي مثال هنايا في سميتو. دونك شوفوا معايا بحال مثلا ناخذوا اقليم ديال بولمان شوف شحال طالب بالنسبه للتعليم الابتدائي مزدوج، طالب هنايا 105، طالب 105. دونك الناس اللي دفعوا لبولمان شنو عندهم 105 هما اللي طالبين. دونك غيزيدوا النص ديال 105 اللي غيدوز، دونك اللي غيدوز للشفاوي شحال غيكون عدد المترشحين في الشفاوي، غيهزوها هي 105. كندير عمليه حسابيه، كندير 105 ها هي 105 وغنضربها في 1.5. علاش كنضربها في 1.5؟ كنضربها في كيما قلت لكم عدد المناصب اللي باغين وغنزيد النص، فوالا كنضربها في 1.5، دونك غتعطيني 157.5. هذا غير حسابيا. دونك عدد المترشحين اللي غيعيطوا لهم في داك اللي دوزوا الكتابي غيعيطوا ل 157، يعني غير يا اما يهزوا 157 160، راه ماشي كيهزوها بالضبط ولكن كياخذوا لونفيرو يعني لا مارج قريبه ل 157، يقدروا ياخذوا 156، المهم بين 150 160 كيهزوا. دونك هذه الجهه بحال مثلا هذا المدير ديال بولمان غتهز 160، هما طالبين 105 غيهزوا عليهم 160 مترشح في الشفاوي وغيإليمينيو داك 55، هما اللي غادي تإليمينيو. كما قلت لكم راه ماشي بالضروره هاد 160 هادي ماشي بالضروره كاملين يكونوا جايبين المعدل، راه يقدروا يكونوا هازين هما ماشي سوقهم جوج جايب 8 ولا 9، هما غيهزوا 160 وصافي سواء كان جايب المعدل. داك 160 الاولى اللي جات في المعدل ديالها اللي جات 160 تكلاصات 160 الاولى في داك بحال مثلا 2001 اللي دوز بولمان غيهزوا 160 كما قلت لكم 160، الله يجعل 40 ولا كامل تكون جايبه قلب المعدل، المهم هما يكونوا جايبين اعلى معدل في داك عدد المترشحين اللي كانوا في الكتابي. دونك ناخذوا مثال واحد اخر باش تفهموا انتم تزيدوا تفهموا القضيه. دونك ناخذوا بحال مثلا الاقليم ديال تاونات، ها هو الاقليم ديال تاونات طالب 570، عندو 500 عدد المناصب في هذا 570. دونك كنجيو لهنايا وغنديروا 570 وغنضربوها في 1.5، فوالا هي 855. دونك عدد المترشحين اللي غيهزوا اللي غيدوزوا الشفاوي هما 855، هما طالبين غير 500 وهذا 570 ولكن هما غيزيدوا النص ديال العدد، دونك غتعطيهم 850. دونك عدد المترشحين اللي غيدوزوا في الشفاوي في اقليم تاونت غيعلقوا 855 وتقدر توصل حتى 860. دونك ديما كيلعبوا على هاد لا مارج هادي ما كيكثروش منها 850 860. دونك هكا كتم احتساب ديال الطريقه. وكما قلت لكم راه ماشي بالضروره هاد 855 كامله جايو فوق المعدل، راه هاد 855 هي هما عدد هما اعلى معدلات في داك المترشحين اللي دوزوا الكتابي.
سواء كان جايب 9 ولا كان جايب 10. داكشي باش كنقول لكم انا راه واخا دوز بحال مثلا دوزتي شي ماده خايبه راه كلشي يقدر يكون دوزها وتقدر ربما تكون حتى دوز هذاك اللي دوزها مزيان ربما يكون غلط. دونك ما خلي ما تيأسوش من المره الاولى. دونك هذا فيما يخص بالنسبه لكيف يتم احتساب معدل ديال الناجحين. غادي نعطيكم من بعد يعني شنو كيكون في هذا الشيء وبغي بصفه عامه, ومن بعد ان شاء الله في واحد الفيديو غنشرح لكم بالضبط شنو غادي يكون في هذا في كيفاش تعاملوا نتوما نهار ديال الشفوي, لان نهار ديال الشفوي هو عقلوا عليها ان شاء الله. نهار ديال الشفوي راه كيكون كيتلعب على النفسيه اكثر من المعارف, يعني خصك تكون تلعب على المورال ديالك تكون واجد نفسيا. دونك بالنسبه اختبار الشفوي كما جاء في الاعلان ديال المباراه, دونك الاث عندهم مناقشه مواضيع وقضايا مختلفه بهدف تقييم مدى قدره المترشح. يعني هنايا اللجنه تقدر تسولك في مكان, تقدر تسولك بحال مثلا في الفرنسي في الدورسه الفرنسيه والرياضيات على حسب اللجنه اللي جيتي فيها نتايا اللي عطاك ملي كتدخل وكتلقى سميت كتشوفش من اللجنه اللي جيتي فيها اش من قاعه اللي غدوز فيها. دونك على حسب داك اللجنه كاين تقدر تلقى فيها واحد الاستاذ تما غير ديال الرياضيات وما كاينش ديال الفرنسي بحال مثلا ولا ما غيسولكش. دونك هذه كتبقى احتمال. دونك من الاحسن انت تخدم كل شيء وكما قلت لكم تخدموا على النفسيه, ونحاولوا ان شاء الله نخدم معكم في هذه القضيه. المده ديال المناقشه ما كتعداش 30 دقيقه, وكاين اللي ما كيوصلش كاع 30 دقيقه, كاين اللي كيدوز قسمين ولا ربع ساعه. المهم على حسب اللجنه هي اللي كتقيم كتعرف واش صافي عرفت داك المترشح ولا ما عرفاتوش. دونك هذا بالنسبه للاختبار الشفويه, وكما قلت لكم ان شاء الله دابا ندير فيديوهات خاصين وكيف يعني دوز هذا الاختبار الشفوي بشكل جيد, لان راه كيلاحظوا فيه الاعضاء ديال اللجنه كيكون تما راه كيلاحظوا فيك مزيان, راه حتى اللباس ديالك طريقه الكلام الانفعال ديالك هذا الشيء كامل ان شاء الله غادي نحاولوا نوضحوا في الفيديو اللي يكون خاص بهدف الشفوي شنو غادير ان شاء الله. دونك ما تنساوش تدعمونا في القناه, انا كنحاول نزرب ما اقصى ما يمكن باش ما تملاش في الفيديو ان شاء الله, والله يسهل عليكم كامل. وبارطاجيو القناه مع الناس اللي كتعرفوا. كما قلت لكم القناه مازال مستمره حتى المر امتحان ان شاء الله, مازال ناقصوا مواضيع اللي تهمكم وغادي تشوفوها ان شاء الله, مواضيع جد حساسه. دونك الله يسهل الامور, موعدنا ان شاء الله في الفيديو القادم. تبارك الله عليكم والله يسهل الامور.